أنا أول مرة شفتك فيها حسيت يومها إني مش حقدر أستغنى عنك. حسيت إن أنا محتاجة لك، رغم إني ما كنتش أتصور إن ممكن يكون في راجل تاني في حياتي. لكن أنا دايما حاسس إنك بتبعدي غصب عني. أنا صعب أبتدي حياتي مرة تانية. موت حسين مش بس ساب وراه ذكريات، لا، ساب جرح موجود هنا يا محمود. أنا عندي القلب وممكن أتخطف منك في أي لحظة. نهلة، أنت بتقولي إيه؟ مش عايزة يحصل معاك اللي حصل معايا، مش عايزة أسيب لك جرح زي حسين ما ساب لي جرح. أنا طبعاً ما كنتش عايزة أقول لك الكلام ده، لكن ما كانش ممكن ما أقولهولكش. أنت اضطرتني. أنت بتتكلمي زي ما تكون بتحكمي على نفسك بالإعدام. اللي أعرفه إنك قوية وثابتة. في حاجتين اتنين مش ممكن تكون ثابت قدامهم، الحب والموت. أنا عارف إن الحب كل حاجة في الدنيا، بس أنت بإيدك تحبي في أي وقت؟ تحبي حب نفسك اللي فات؟ بإيدي، يا ريت كان بإيدي. طول عمري بحس إن حياتي بتجري كأنها بتهرب مني. نهلة، ما تقوليش كده. أي حد في الدنيا معرض لظروف زي ظروفك. صدقني يا محمود، أنا عمر ظروفي ما تعبتني أو قلقتني، بالعكس أنا دايما بخاف على اللي حواليا. اللي حواليكي؟ اللي حواليك مستعدين يفدوك بحياتهم. محمود، اللي حواليا أغلى حاجة عندي في الدنيا، صدقني. خذلتني أيامي، تهاوت في لحظة ضعف، كان قلبي جريحا يبحث عمن يوقفوا نزيف جراحي. وبحثت عنك كبريائي وأفقت، وأنا ما زلت أبحث عنك. أبحث عنك كبريائي، أصرخ فلا أجدك، أستحلفك بك أن تعود. لسه صاحي لحد دلوقتي؟ أيوة. تكتبي إيه؟ يا ريت تسيب. ليه؟ مش هعرف تفكري في ايه؟ ده جزء من رواية، انا ما بفكرش في حاجة. يا ترى لسه بتدوري على كبرياء؟ قصدي يعني البطل؟ ده كلام روايات. لا ابدا، ده الطابع اللي بياخده الادب النسائي، الحيرة والكبرياء والحب المفقود. بس حب أنا بيك لحاجة، مش لازم تندمج مع البطلة بتاعتك عشان تبقيش حزينة قوي. ده تفرق معك؟ طبعا تفرق، وإلا كل يوم حلاقي نفسي بطل لرواية جديدة، مرة بتكرهيني ومرة. وليه؟ أنا عمري ما فكرت بالتفكير ده، كل الحكاية أني ببقى واخدة أحساس البطل. مش أنت لسه مبتدئة صغيرة؟ بعدين هتلاقي نفسك تحط خطوط عريضة لشخصياتك وتمشي عليها. في الحالة دي هبطل كتابة. طب والحالة دي هتستمر لحد امتى؟ حالة ايه؟ انت فهماني كويس. انا مش فاهمة حاجة ابدا. عشان ما انتش صريحة، وانا بقى تعودت على الصراحة دايما. تقصد صراحة الخوف؟ خوف؟ خوف من ايه؟ أنا تعبت،
أنا ابتديت أحس إني بقيت غريبة عنك. عايزة تعيشي في مأساة وده كل ما في الأمر. المأساة هي إني أضغط على أعصابي أكتر من كده. أنا حاسة بوحدة فظيعة. أنا اديتك كل حاجة وأنت ما اديتيش حاجة أبداً أبداً. العربية والخاتم السلوتير؟ مش ده كل حاجة؟ حددي بالظبط أنت عايزة إيه؟ أنا عايزة أفهمك. بكرة هتفهمي كل حاجة. أنت اتأخرت أوي النهاردة. أنا مش هسامح نفسي إني تعبتك معايا بالشكل ده. تسمحي لي أوصلك؟ توصلني؟ متشكرة أوي. عربية الدكتور شمس موجودة، أنا هخلي السواق يوصلني. مش ممكن أبقى موجود والسواق يوصلك؟ طيب خلاص، أستنى الدكتور محسن لغاية ما يخلص وبعدين يوصلني. دكتور محسن؟ أيوة محسن. في حاجة؟ في حاجات. الدكتور محسن زميل وصديق عزيز. محمود اطمن. إحساسي بيقول لي إنه مهتم بيكي زيادة عن اللزوم. الدكتور محسن هو اللي بيعالجني، هو اللي عارف حالتي كويس. يمكن بيخاف عليا شوية بس ده طبيعي. طب لو طلبت منك؟ أرجوك ما تطلبش مني حاجة أقول لك عليها ما أقدرش. أهو ما جاش على الغدا وكمان ما اعتذرش. خلاص بقى يا جهاد، احنا تعودنا على كده يا بنتي، ما تضايقيش نفسك. لا انا خلاص بطلت ازعل. ده انا وهو عايشين في البيت كاننا عايشين في لوكاندا. لو حاب يقول لي حاجه بيسيب لي ورقه، ولو عوزت منه حاجه بكتب له ورقه. تلاقيه مشغول شويه، ما انت عارفه شغل الجورنال. الجورنال وغير الجورنال والسهر والخروج. حقيقي يا نهله انا بطلت ازعل. ما هو انت اللي وافقتي على كده من الاول. لو كنت يا بنتي. لو كنت ايه يا ماما؟ انا هقضي عمري كله في مناقشات؟ مش كفايه المناقشات اللي في مخي؟ لو كنت اعرف انه هيتغير بالشكل ده كنت عملت ايه؟ شوف يا ماما، مفيش راجل في الدنيا ممكن تعرفي عنه حاجه غير لما تعشريه وتقعدي معاه تحت سقف واحد. مهما بيحاول يمثل بره، لما بيرجع بيته بيشيل القناع اللي حطه على وشه طول ما هو قدام الناس. وكل واحد عنده قناع شكل. ما هو ما اشوف عبده اخباره ايه. يلا يا بنتي. وانت عامله ايه؟ مش عارفه يا جهاد، انا هتجنن. تصوري محمود من يوم مامته مسابت المستشفى ما شفتوش ولا حتى تليفون. ومحسن، محسن، محسن دايما جنبي، ما بيسيبنيش لحظة. ما تتصوريش رقيق قد ايه. بس لو يبطل يكلمني عن العملية الا انه مصمم. طب وانتي احساسك ايه؟ مش عارفه يا جهاد، انا هقول لك على حاجه محدش يقدر يفهمها ولا يصدقها غيرك انت. لما بشوف محمود بحس اني اسعد مخلوقه في الدنيا، وفي نفس الوقت وجود محسن جنبي بيديني منتهى الاطمئنان. بحس انه كانه مسؤول عني. انا هتجنن. فهماكي، فهماكي قوي يا نال. بس صدقيني محمود ده مجرد صوره لوفائك لحسين، لكن محسن انا متاكده انه هيكون كل حاجه في حياتك. تفتكري؟ طب وبعدين؟ مش عارف، مش قادر اصدق كل الحيويه دي، كل الشباب ده. ازاي ممكن يجرى لها حاجه وانا ازاي اعيش بعدها؟ لو بتحبها لازم تسيبها. انت بتتكلم ازاي يا صلاح؟ اسيبها؟
أتخلى عنها لمجرد إني عرفت إنها محمود. خلينا نتكلم بالعقل. تعرف إنها ما تقدرش تتجوز دلوقتي، يبقى ليه بتعذبها وتعذب نفسك؟ مش يمكن تخف؟ تخف؟ وحتى لو خف مش من مصلحتها إنها تتجوز. ثم أنت، أنت إيه اللي خليك تربط مصيرك بمصير إنسانة ظروفها بالشكل ده؟ أرملة و صلاح ما تكملش. أنا بحبها. لو تتصور شعورها كان إيه مع والدتي في المستشفى، ملاك رقيق، مشاعرها كلها نبل وصدق. أنا معاك إنها ملاك وتستاهل كل خير، لكن ليه؟ ليه دايما باستمرار بنبتدي المأساة ونحب نعيشها لغاية نهايتها؟ ليه؟ ده قدر، أنا حظي كده، ظروفي جت كده. ملاك بتتكلم زي اللي مش عارف يتصرف، زي ما تكون متورط. متورط؟ متورط فيا يا صلاح؟ أنا اللي جريت ورا نهلة، وأنا اللي حبيتها. وطبعا لو تخليت عنها دلوقتي هتبقى في نظرها ندل، لازم تعيش المأساة لغاية نهايتها. ما أنا عارف العيلة دي غاوية مقاسي. صلاح، أنا ما اسمحلكش تتكلم عن نهلة وعيلتها بالشكل ده. أنا آسف يا محمود، أنا مش عايز أضايقك. أنت زي أخويا، لازم تبعد عن نهلة، وإلا هتعيش حياتك كلها تعيس. بصراحة كده أنا ما بقاش عاجبني الكلام ده خالص. هو إيه ده بس اللي مش عاجبك؟ اسمعيش الكلام خالص، شغل ومجهود وسهر، مش كده يا نهلة؟ الله، أمال أنت عايزني أعمل إيه؟ أقعد أتفرج عليك؟ ده يبقى يوم المنى يوم ما تقعدي تتفرجي عليا وارجع لقيك عاملاني طبق سلطه يتجنن. مش معنى السلطه يعني؟ عشان ما بتاخدش وقت. وحياه اغلى حاجه عندك يا نهله، بلاش تعملي مجهود. انا هتجنن لما بلاقيكي تعبانه. والدكتور شمس ده كمان. وطي صوتك. ماله الدكتور شمس؟ المفروض ما يخليكيش تعملي اي مجهود، ومصمم يدخلك معاه العمليات الكبيرة. بيتفائل بيا. دي مشكلة حكاية التفاؤل دي. أنا بقى مش هسكت. هتعمل إيه يعني؟ بيني وبينك مش هقدر أعمل حاجة. من لا يملك لا يحكم. بس لو تسمعي كلامي. إنها من ذلك النوع الذي يتلاشى أمام كلمة حب. عواطفها تتدفق في شرايين كبريائها. جمالها تستطيع أن تكتشفه للوهلة الأولى، فهو جمال خاص يتركز في بريق عينيها، في أمومتها، في طفولتها. لذلك فهي في حاجة إلى رجل، رجل يحتويها. ده كتاب عزيزي جديد. ايوه. كويس جدا للدرجه دي؟ عزيز هدايه كل كتبه عظيم، بيكتب في السياسه محلل درجه اولى، وبيكتب في الحب كانه بيعزف سيمفونيه. صنعته الحب. الحب عمره ما يكون صنع، واللي يعرف يقول الكلام ده لازم يكون حاسس بيه. في ناس كتير بتكتب في الحب وهي ما بتحسش بيه ابدا. بس عزيز واضح انه حاسس بكل كلمه بيكتبها. غريبه. الغريب ان المفروض كان النهارده احضر الندوه اللي عاملاها جمعيه الادباء وبتناقش كتابه، وفوجئت بان نعيم عنده تعليمات انه يغطيها. ومين قال بقى ان ده كان المفروض؟ اظن ده طبيعي، انا مسؤوله عن صفحه الادب. ومالك زعلانه كده؟ انا قلت انك ترتاحي ونعيم يغطي الموضوع. ارتاح ازاي يا رؤوف؟ ده شغلي، ودي ندوه مهمه وكان لازم احضرها. كنت قلت النعيم الكلام ده؟ انا اسفه، ما حبيتش اكسر كلامك. وبعدين نعيم مش صغير عشان احرجه واطلب منه طلب زي ده. جهاد
انا جاي تعبان وهاخد حمام وانزل، مش عايز مناقشات. اتفضلي. لا، ما اقدرش اقول ان قلبي ذلك الجلاد سيره ذاتيه، يمكن ده ينطبق على الاحاسيس العامه، انما ما ينطبقش على الشخصيات. يعني ينطبق مثلا على الباب الخاص بالاغتراب او الباب الخاص بالامل. استاذ عزيز. نعم. في صفحه 20 السطر الثامن بتقول ان الحب الناضج هو سن الاربعين. يعني قبل سن الاربعين ما فيش حب ناضج؟ لا طبعا، في كل سن ممكن يجي فيه الحب، بس في حب بيسيب علامات، هو ده حب الاربعين، الحب الواعي، الحب اللي بيتمتع بعمق التجربة وأصالة التجربة. سؤال من فضلك، هل انتهت كل مشاكلنا حتى نناقش مشاكل حب الناضج والحب الأمي؟ أليس الأفضل؟ أولاً أنت ما استأذنتش عشان تسأل سؤالك. ثانياً، موضوع المناقشة كتاب معين، ومع ذلك أنا هرد على اللي زقينك بالسؤال. شوف، مدخل حل أي مشكلة هو التفاهم، وعشان نتفاهم لازم يبقى عندك إدراك، يبقى عندك إحساس بالمسؤولية. إحساس بالمسؤولية يعني إحساس بالانتماء، إحساس بالاهتمام بالآخرين، مشاعرهم، أفكارهم، يعني الاهتمام بالحب، الحب بكل مفاهيمه بكل صور، الاحترام، الاستماع للرأي الآخر، مش الغيرة والحقد والحسد ومهاجمة اللي قدامك لمجرد الرغبة في المهاجمة. انت عايز اقول ولا كلمة؟ في سؤال تاني؟ بماذا تفسر التناقض الواضح في مشاعر المرأة إذا وقعت في الحب؟ أجمل ما في المرأة تناقض مشاعرها، بس بشرط إن الراجل يفهمها. أستاذ عزيز. نعم. في كتابك الأخير تجاهلت موضوع حرية المرأة، نقدر نعرف ليه؟ أخشى أن يكون موضوع كتابي الجديد الدفاع عن حرية الرجل. هل التجربة العاطفية في حياة الكاتب تعتبر ضرورة؟ الكاتب زي أي إنسان لا ينبغي أن يفتعل التجربة، لأنه إذا افتعلها هتصبح مسرحية هزلية. في أسئلة تانية؟ بقول إيه؟ مش كفاية كده بقى ولا إيه؟ طيب. إيه؟ مش هيراجع المقالات؟ عصبي جدا جدا جدا، وماسك التليفون وعمال يسأل إزاي وليه؟ أمال فين مدام جهاد؟ عند الناشر، بتشوف كتابها الجديد. بكرة اسمها هيبقى لفوق، هيفرقع. ايوه معاك افندم. ايوه يا فندم، مكتبها، بس هي لسه ما جاتش. نقول لها مين يا فندم؟ حاضر، بمجرد ما تيجي هنديها خبر. حاضر. ايه مالك؟ مين مالك مخضوض كده؟ ابدا، بس اول مره نقابه الصحفيين تسال عليها. هي مين؟ مدام جهاد يا اخي. ايوه، يعني مين اللي عايزها وعايزينها ليه؟ انت تفتح معايا تحقيق؟ معرفش، لما تيجي هنعرف. انت مش ملاحظ ان الجو كده متوتر شويه؟ انهي جو فيهم؟ الجو بين مدام جهاد ورؤوف. بقول لك ايه؟ خلينا في شغلنا احسن. ما ده شغلنا يا حبيبي. الله، دي المقاله الاسبوعيه بتاعته ما كتبهاش لغايه دلوقتي، زي ما يكون مش قادر يكتب. لا ما تخافش عليه، ضروري هيكتب. بس تلاقيه بقى بيفكر هيحارب مين ولا يهاجم مين. ما تخافش، حالا المقالة هتبقى جاهزة. ايوه صحيح يا إيهاب، أنت ملاحظ الحكاية دي؟ رؤوف فعلا أسلوبه ابتدى يبقى هجومي جدا. ما هو ما يعرفش يعمل غير كده، يقلب الدنيا كلها على بعضها ويقعد هو يتفرج بمنتهى الهدوء، مع إنه لازم يعرف إن البناء أهم كتير قوي من أسلوب الهدم ده. ايوه، ما هو بيقول إن دي حقائق ولازم الناس تعرفها. مش كفاية، مش كفاية لما تقول كصحفي حقيقة متاعبنا مشاكلنا، لازم تقول ليه حصلت، الرواسب اللي كانت حواليها، الأسباب اللي أدت إليها، وإصلاحها يكون إزاي.
في فرق كبير قوي يا نعيم بين اننا نشمت في غلطاتنا واننا نحاول نصلحها. مش فاهم. يعني لو ولد منحرف في عيله ولازم يقاوم، لو اخذناه باسلوب التهديد والمعايره المستمره هيتمادى، لكن لو حاولنا ان احنا نفهمه غلطاته ونصلح حاله ونديله قدوه حسنه هنا نقدر نعمل حاجه. رؤوف انا مش قادره على الاستفزاز ده. انت اللي ابتديتي. حسسيني ان عليها مش حياتك فلازم تبقي عليها مش حياتي. انا كنت فاكراك انسان تاني، لكن يظهر اني كنت غلطانه. انت مش رؤوف اللي انا اتجوزته. تمام، ما انت فاهمه كويس اهو. بس انت كلامك معايا في البدايه ما كانش كده. انت كنت بتكذب عليا. انا ما كذبتش عليكي، ما كذبتش عليكي. لو تفكري انا قلتلك ايه قبل ما نتجوز. ليه 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 تخدعيني؟ ليه اخدعك انا؟ مين اللي خدع التاني؟ انت. انت مش داريانة بحاجة خالص. جهد انت مش معايا. فاهمة يعني ايه مش معايا؟ انا اقدر افهمك جهد. لازم تفهمي كويس مهما بلغ ذكائك ان انا برضو رؤوف استاذك اللي علمك ازاي تمسك القلم، علمك ازاي تقفي وتناقشي وتتحدي. ودي شغلتي ولا ايه؟ انت اول ما اشتغلت كان بينزل لك مقاله ولا اتنين، دلوقتي ما شاء الله. رؤوف ارجوك كفايه، كل اللي بتقوله ده انا معترفه بيه، بس ما فيش داعي للتجريح. كل اللي كنت بحس بيه ناحيتك انا قلتهولك، الرعايه والامان. كنتش فاهمه انت احاسيسك من ناحيتي. احاسيسي من ناحيتك كبيره 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 قوي، لكن للاسف جهاز الاستقبال عندك ما حسش كل الاحاسيس دي زي ما هي، كان متعطل. كل المعاني اللي انت بتقولها دي انا مش قادره افهمها. انا تعب تعب، مش قادره استحمل بعد كده، مش قادرة استحمل سكوتك نظراتك. انت عايزة ايه بالظبط؟ قول اللي انت عايزاه وانا مستعد احققهولك. انا عايزة اطلق. يا بنتي ما هو مش معقول واحد يحطم عواطفك والتاني يحطم كبريائك. مش ممكن هنفصل راجل على مزاجنا. ما تبقيش حساسة قوي كده. أنا يوم ما سمعت كلامك وقررت أتجوز رؤوف بعقلي قلت يمكن الحساسية دي تقل، لكن فشلت. وفشل رؤوف معايا في إنه يحرك قلبي يخليني أحبه. ما أسمعي يا جهاد، أنت يا بقتيش صغيرة، مش كل حاجة في الدنيا هي الحب. لا يا بنتي، العشرة بتعمل كتير. هو أنا لحقت عشرة؟ رؤوف اتغير قبل ما يديني فرصة أحس بيه. حبيبتي اصبري شوية، مش كل يوم تتجوزي وتتطلقي، ده نصيب. تبقي بتقضي عليا، مفيش حد يموت نفسه ويقول ده نصيب. يا بنتي فكري بعقلك شوية. عقلي تاني؟ عقلي ده اللي بسببه فشلت في حياتي مع رؤوف. شوفي يا نجيبة هانم، جهاد دلعت أبوها الله يرحمه دلعها، واللي خد على الدلع عمره ما يقدر يتأقلم في حياة طبيعية. رؤوف أنت بتقول إيه؟ وأنا اللي كنت فاهمة إنك أنت اللي هتديها الإحساس بالحب والاطمئنان مش بس بعد أبوها ما مات، لكن نجيب هانم يظهر إن أنا تسرعت في جوازي من جهات مش عارف اقول لك ايه، بس بعد مده قصيره من جوازنا حسيت اني جهاد مش معايا. فاهمه يعني ايه مش معايا؟
اسمح لي يا رؤوف، يوم جهاد ما وافقت على جوازكم محدش ضغط عليها. كان هي ضغطت على نفسها، كذبت على نفسها وعليه. كذبت ليه؟ بتقول كده يا رؤوف؟ جهاد ما كانش ناقصها حاجة. أنا جيب هانم، أنا اديت جهاد فرصة عشان تفكر. كان لازم تسأل نفسها سؤال مهم قوي، أنا إيه بالنسبة لحياتها؟ أكيد أنت حاسس أنت إيه في حياتها. رؤوف، الجواز مش لعبة والطلاق مش لعبة، حاول تفهمها شوية أكتر من كده. مش يمكن أنت اللي اتغيرت مش هي؟ اتغيرت؟ الحاجة الوحيدة اللي ما فيهاش محاولة تانية هي الحب. جهاد ما بقتش تعرف تحب، ما تعرفش ايه هو الحب. انا تحت امرها في اي طلبات. الطلاق هيكون الاسبوع ده. طلاق؟ انت متأكدة يا جهاد ان هو ده اللي انت عايزاه؟ ايوه نال، مفيش قدامي غير كده. مش معقول ابقى غبية وافضل تايسة على طول. انا حاولت كتير لكن ما قدرتش. ايوه حبيبتي، بس ممكن يكون في محاولة تانية. غلط، اي محاولة تانية هتزود احساسنا بالتعاسة. انا ورؤوف اتجوزنا بعض مجاملة لبعض. هو كان متضايق عشاني وانا اتورطت. يعني انت متأكدة انك مش هتندمي؟ انا بندم عشان ما سمعتش كلام الناس اللي حواليا. انت قلتي لي هتتعبي، وايهاب كان بيهنيني بجوازي كانه بيعزيني، مع انك كنت مبهوره بيه. اي واحده مكاني كانت هتبقى مبهوره بيه. انا خلاص عايش لبنتي، مش عايزه حاجه من الدنيا غير اني اشوفها عروسه حلوه قدامي. انا برضو مش عايزاكي تتسرعي، ابعدوا عن بعض فتره. يمكن نهله فهميني، انا خلاص كرهت وجود راجل في حياتي، وكان لازم افهم ده كويس قوي بعد طلاقي من صلاح. انا وصلاح حبينا بعض لدرجه اننا كرهنا بعض، كان حبه مدمر. انا ورؤوف مقدرناش نفهم بعض. انا جوزته بعقلي، قلت يمكن الحب يجي بعد الجواز، اديته احساس بالحب. لكن يظهر ان ده ما كانش كفايه. يا مدام جهاد في اجازه؟ ايوه. لو لف الدنيا كلها مش هيلاقي زيها. انا كنت متوقع ده من اول دقيقه. لكن تفتكر هترجع الجورنال تاني؟ مش عارف هتعمل ايه. موقفها محرج جدا جدا. بقول لك ايه، تحب نروح لها النهارده شويه؟ اول مره في حياتك تفهمني. اصلك ما تعرفش مدام جهاد دي قيمتها عندي قد ايه. أميرة بنت عمر، يمكن حتى كلامنا معاها. نعيم أرجوك ما تجيبش سيرة الموضوع ده نهائي. جهاد حساسة ومفيش داعي. طب ليه بس؟ مش يمكن ده شرط علشان أروح معاك؟ طيب عن إذنك أروح أشوف عمر. ليه؟ خير قوي. كنت عاوز اقول يعني نعيم، انا ما عنديش اي استعداد اسمع اي كلام خارج الشغل. ايوه بس اللي حصل ده ما حدش. قلت لك مش عايز اسمع اي كلام. خلاص.
خلاص الموضوع انتهى. انت كده بتضيع الحب الحقيقي الوحيد في حياتك. الحب الحقيقي، الحب الحقيقي كان، كان ايه؟ كان عندي، كان عندي انا، بس انا مش متصور اني نعيم ارجوك، انا مش هقدر اتكلم. اتكلم يا رؤوف، انت ليه مش صادر كلامك؟ صادر كلامي زي ما صادرت احساساتي قبل كده. اقوى احساس حسيت بيه في حياتي ما قدرتش تستقبله زي ما انا حسيت بيه. اول مره اخدع نفسي، اول مره الغي ذكائي. لا لا، انت برضه بتكبر المسائل. ابدا ابدا، انت عارف ان انا طول عمري بدي المسائل وضعها، بس ما قدرتش. كان ممكن ابقى عنيف، وعنيف جدا، بس انا عمري ما كنت عنيف ابدا مع جهاد. ايوه بس انا شايف انك كان لازم تديها. اديها ايه؟ اديها وقت عشان تحبني؟ تحاول تحبني؟ الحب عمره ما كان محاوله، يا تحبني يا ما تحبنيش. جهاد ما كانتش امل، كانت واقع عايش معايا، اتحرك قدامي، اتحرك جوه 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 في اعماقي. كويس، يبقى الكلام ده كله كان لازم يتقالها، يتقالها هي. نعيم، في وقت الكلام لازم يسكت، في وقت تخسر لو كلمت. اسف يا رؤوف، اسف جدا، لازم تتكلم. يا ماما سيبيها على راحتها، جهاد دلوقتي ما بقاش صغيره. ارجوكي ما تضغطيش عليها، عايزه تقعد لوحدها في بيتها سيبيها على راحتها، اهي معاها عم عبده وسهر. انا احترت معاكم خلاص، مش عارفه اعمل ايه. محدش بقى يسمع كلامي، لا انتي ولا هي، خلاص اعملوا اللي انتوا عايزينه. الله يا ست ماما، طب وانا ذنبي ايه بقى في الموضوع ده؟ يا بنتي يا حبيبتي، عايزه اطمن عليكي وعلى صحتك. هي دي شويه عليا، وانا شايفاكم انتوا الاثنين قدامي بالشكل ده، مفيش خبر واحد يريح قلبي. معلش يا ماما، ان شاء الله بكره كل حاجه هتتصلح، بس انتي اهدي كده وما تزعليش. ها، مش عايزه حاجه مني قبل ما انزل؟ لا يا حبيبتي، بس ابقي كلمي اختك في التليفون اطمني عليها. حاضر، باي باي. باي. مدام جهاد، انا اسف، يمكن دي اول مره اسمح لنفسي اني اتكلم في موضوع شخصي بالشكل ده، بس يمكن انت ما تعرفيش انت غاليه عندي قد ايه. يمكن لو كان عندي بنت كنت. يلا استاذ نعيم، رؤوف طول عمره استاذي قبل اي حاجه تانية، واللي حصل ده تم بمنتهى التفاهم. هو اللي انا مستغرب له، ازاي يتم الطلاق بعد كل الحب ده؟ حب قديم انا اللي عارفه، انا اللي عشت ايام عذابه. حب قديم ناحيه مين؟ ناحيه رؤوف، وضروري هو قالك الكلام ده. رؤوف كان بيحبك قبل جوازك من صلاح. استاذ نعيم، انت بتقول حاجه لا هو قالها ولا انا عمري حسيت بيها. غريبه. براو براو، انتوا عملتوا ريبورتاج ممتاز، حقيقي مجهود كويس. عايز بقى في الريبورتاج اللي جاي تركيز اكتر على متابعه حل المشكله، مش عايزين نطرح مشاكل من غير حلول. ايوه يا استاذ عزيز، بس ده مش هيلحق العدد اللي جاي. مش مهم،
المهم عندي ان الموضوع يبقى كامل. انا مش عايز اي كلمه تتكتب باستعجال، كل كلمه بالارقام بالتحليل. مفهوم؟ مفهوم. حضرتك مش عاوز حاجه تاني؟ لا 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 ابدا. ممكن تتفضل. ايوه يا علي. ايوه يا فندم. الساعة 12 تسجيل الإذاعة، والساعة 1:30 غدا مع الوفد السويسري، والساعة لا لا بس كفاية 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 كفاية. تخليت حياتك كلها بالدقيقة والساعة والثانية يا علي، والوقت بيمر بسرعة بسرعة غريبة. تعرف أنا مسافر برا، كانت الساعة بتمر عليا كأنها سنة. ضياع ضياع، نفسي أنساها. لا بقى، احنا عايزين ننسى الأيام دي خالص. دلوقتي حضرتك ما عندكش ولا دقيقة واحدة فاضة. ده أنا متهيألي إنك محتاج أجازة. أوعى تقول لي كلمة الأجازة دي تاني إطلاقاً. ده أنا في دلوقتي أحلى من أي أجازة. كفاية أجازات بقى. هتفضلي طول عمرك تحبيني. ولو في عمر تاني بعد عمري. خايف خايف باباكي ما يكفيش. مش ممكن. متأكدة كده؟ أنا ما أقدرش أبعد عنك يا جهاد، ما أقدرش أعيش من غيرك. هتفضل طول عمرك تقول الكلام ده؟ مش هسيبك حتى لو ركعت تحت رجليا، مش هسيبك إلا بعد ما أحطم كبريائك وغرورك. عايز اتجوزك. لازم تفهمي كويس مهما بلغ ذكائك ان انا برضو رؤوف استاذك، اللي علمك ازاي تمسك القلم، علمك ازاي تقفي وتناقشي وتتحدي. ودي شغلتي ولا ايه؟ انت اول ما اشتغلت كان بينزل لك مقاله ولا اتنين، دلوقتي ما شاء الله. رؤوف ارجوك كفايه، طلعني. مفيش طلاق. أنا مش عايش معاك بعد كده. عايزة إيه بالظبط؟ قولي قولي اللي أنت عايزاه وأنا مستعدة أقولك. أنا عايزة أتطلق. مش كل يوم تتجوزي وتتطلقي، ده نصيب. تبقي بتقضي علي. مفيش حد يموت نفسه ويقول ده نصيب. يا بنتي فكري بعقلك شوية. عقلي تاني؟ عقلي ده اللي بسببه فشلت في حياتي مع رؤوف. ممكن تقولي أنت منعزل عن العالم كده ليه؟ ولا يعني مفيش حد حصل له اللي حصل لك؟ أنا شخصيا كنت متوقع ده من زمان. مش عارف يا عزيز، حاسس إن الدنيا كلها بتحاربني، حتى هي. غريبة، أنت ليه عندك الإحساس ده؟ أنت شفت جهاد؟ لا، شفتهاش. قريت لها. بنت ذكية وحساسة ودامها مستقبل كبير، بتكتب بطريقة جديدة خالص، بتجسد مشاعر الشخصيات اللي بتكتبها في رواياتها كأنها عايشة معاهم، كأنها شايفاهم. سيبنا بقى من الموضوع ده، قولي بقى أخبارك إيه؟ أخباري رغم اني ما عنديش دقيقة واحدة فاضي فيها، لاني حاسس بفراغ، فراغ فظيع. مش قادر اقول لك اتجوز عشان تملى الفراغ ده. بالعكس، الجواز عمره ما يملى اي فراغ، بيعكن الفراغ. انت رايك كده؟ طب ايه رايك بقى؟ انا اليومين دول حاسس بحالة تعطش للحب، بحب الحب، حب الحب. لازم بقى بتكتب رواية جديدة.
نافذة على الأيام، الأيام اللي بتروح وما بترجعش، الأيام اللي حسيت فيها بغربة، واحدة وحشة وأنا بعيد عن مصر. الحب، الحب اللي كان أكبر وهم حسيت بيه في حياتي. هي جات لك؟ تصور حسيت إنها ما أعرفهاش، إنها غريبة عني، ما أعرفهاش خالص. قابلتها إزاي؟ زي أي ضيف تقيل طب عليك في وقت غير مناسب. طب وإيه؟ يعني كانت بتبرر تبرير أسوأ من عدمه. كلهم صنف واحد، لابسين أقنعة، لما تشيل القناع تكشفهم. رؤوف، انت حبيت جهاد؟ عزيزي، انت تسألني اذا كنت حبيت جهاد؟ جهاد دي ما تعرفش حاجة اسمها حب ابدا. مش ممكن. يمكن طريقتك انت في الحب ما كانتش هي اللي في خيالها. مش ممكن بنت تكون مشاعرها بالرقة والحساسية دي وما تعرفش يعني حب. لسه عزيز بنتخدع في المشاعر والرقة والكلام الحلو. العكس، دي بتعيش الشخصية وهي بتكتب، بتمثل. بس ده ما كانش كلامك عنها في الأول. انت كنت بتبص لها على إنها حلم. فعلا كان حلم، حلم وانتهى. وانا دلوقتي مش فاضي. هو ده عيبك يا روف، ما بتخليش اي حاجه ابدا تاخد وقتها. احتمال واحتمال تاني ان هي ما قدرتش تحبك. انت صعبة قوي يا روف. أيوة نادية، صباح الخير. ما حدش سأل عليا؟ متشكرة. صباح الخير. صباح النور. انت فين؟ بقالي يومين ما شفتكش. انا دلوقتي اسعد انسان في الدنيا عشان لاحظ انك بقالك يومين ما شفتنيش. يا انت عمرك ما هتبطل مبالغة. شوف يا ستي، انا بحضر اوراقي عشان مسافر. مسافر؟ راح فين؟ لندن، المؤتمر. اقول لك ايه؟ تيجي معايا؟ انا؟ بلاش لقم، ما انت عارف ان لازم واحد فينا هو اللي يروح. بس مبروك عليك يا سيدي. اولا انت عرفتي موضوع السفر ده قبل الدكتور شمس، عرضه عليك قبل، ولما انت ما وافقتيش عرض عليا ان انا اسافر. وهتقعد اسبوع ولا هتتاخر؟ وانا اقدر اتاخر برضه، واحد سايب قلبه في مصر ويتاخر. بطل الكلام ده بقى يا محسن، اتكلم جد شويه يا اخي. هتغيب قد ايه؟ نهله، اذا كنت قلقان عليا قولي وانا ما سافرش. لا انا مش قلقانه بالمعنى اللي في مخك، انما عايز اعرف هتقعد قد ايه في المؤتمر. دي كل الحكايه يا نهلة. أنا ممكن ألغي سفري دلوقتي وحالا لو كنت عايزة، وأخلي حد من الزملاء يسافر. أوعى يا محسن، خلاص أنا ما عدتش أسألك ولا سؤال. وأنا هفضل طول عمري مستني إجابة واحدة على سؤال واحد. هلو. السلام. ازيك؟
الله، هو انت عندك ضيوف ولا ايه؟ ايوه ده الاستاذ نعيم ابو ايهاب. تعالي انت فين وحشتيني؟ انت اللي وحشتيني. مساء الخير اختي الدكتوره نهله، الاستاذ نعيم، الاستاذ ايهاب. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اظن كلمتك عنهم قبل كده. انا بقول يا دكتوره ان قعدها في البيت دلوقتي ملوش معنى، لازم ترجع الشغل. على العموم ده تبع احساساتها هي، متهيألي كده يا استاذ ايهاب. وبعدين جهاد اختي صحفيه ناجحه، يعني ممكن تشتغل في الجريده اللي هي عايزاها. طبعا اي جريده تتمناها، بس هي تقشر. احنا بنقول ايه وانت بتقول ايه يا استاذ نعيم؟ حدش ابدا يتخلى عن الجورنال بتاعه، لان الجورنال ده مش ملك لحد، الجورنال ده ملكنا كلنا، بيتنا. ما بقاش بيتنا دلوقتي يا ايهاب. انا مش معاكي. طب جربي بس انك انت تكتبي وبعتي مقالاتك، ولا انت هتبطلي الكتابه كمان يا جهاد؟ بالعكس، دي الحاجه الوحيده اللي فضلالي، بس انا محتاجه اجازه كام يوم كده عشان اعصابي ترتاح. ايوه يا اخي، تقعد ترتاح شويه، عندها حق، واول ما تحس انها عاوزه تشتغل تيجي. بالعكس، بعد جهاد دلوقتي عن الجورنان مش كويس، مش هي اللي تهرب من الموقف ده. وبعدين كل علاقتها برؤوف علوي ان هو رئيس تحريره بس. ارجوكي ارجوكي يا جهاد، كل ما المدة بتطول الحساسية اللي عندك هتزيد. ايهاب سيبني افكر شوية، انت مش كل المهم عندك اني اكتب؟ انا هكتب ومش هبطل كتابة. ايوه انا. اهلا وسهلا يا فندم. اهلا وسهلا يا فندم، متشكر قوي. يعني عجب سيادتك؟ حاضر، انا حاجة لحضرتك حالا حالا، حاجة لحضرتك. مع السلامه يا فندم. مع السلامه. ليه يا سيدي لفندم لفندم ده؟ ده الناشر. عشان الكتاب الجديد. يلا يا سيدي، ده انت يا جدع لئيم لؤ، اللي ما قلت ولا حتى جبت سيره. ده كان امل يا نعيم، اوعى تفتكر ان انا ما تعبتش علشانه. استغفر الله، حد يقدر يقول الكلام ده؟ الو. ايوه يا ماما. الحقيني يا جهاد، اختك جات لها الازمه.